بتيجي ازاي دي؟ يعني عشان كل واحد ينشن له على حاجة تحصل بيها البركة. تيجي بحاجتين بنص القرآن، الأولى تقوى الله بالنص، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. شوفوا نحديكوا إيه، بس التقوى. نروح للتقوى. إيه التقوى؟ أن يغلب على يومك وإسبوعك وشهرك وحياتك مطرح ما أمرك يلاقيك ومطرح ما نهاك ما يلاقيكش، أن يجدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. يقوم ربنا برحمته وكرمه ما يقولكش 100%، يقولك فاتقوا الله ما استطعتم. حد الاستطاعة إيه؟ اللي هو قد إيه؟ فيطلع الحسن البصري ويقولك حد الاستطاعة أن يغلب على حياتك، أن يجدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك، مطرح ما أمرك يلاقيك، أمرك ببر الوالدين يلاقيك بتبوس إيديهم، نهاك عن أكل الحرام ما يلاقيش في جيبك تعريفة حرام، أمرك بالمحافظة على الصلاة الخمس يلاقيك محافظة على الصلاة الخمس، نهاك أن أنت تتواجد في مكان حرام أو تشوف حاجة حرام ما يلاقيكش بتفتح النت على حاجة حرام، مطرح ما أمرك يلاقيك ومطرح ما يلاقيكش مش 100%. أن يغلب، أن يغلب. فأنا النهاردة صحيت النهاردة، ها إيه الأخبار؟ الحمد لله صليت الفجر كويس كويس ماشيين أهو. وبعدين لا والله ربنا أكرمني وأرضيت أمي النهاردة، كان موقف جميل جدا، تمام 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 تمام، وما عملتش أنا حاجة كبيرة، ما فيش معصية كبيرة حصلت النهاردة، الله جميل جميل جميل. بس والله اتخلقت مع فلان وزعقت وقلت كلمتين وحشين، معلش بس الغالب على يومك إيه؟ لا والله الغالب على يومي إن أنا كنت بتقي الله. وبعدين جت صلاة المغرب صليتها، بس بصراحة كانت دماغي في حاجة تانية فصليتها كروتها، بس في العيشة كنت مركز، تمام كويس كويس. يلا بقى داخلين السرير، ايه الغالب عليك النهاردة؟ لا والله تقوى الله. انت من المتقين النهاردة، مبروك. طب انت عامل ايه النهاردة؟ لا والله ما صليتش الفجر، بس انا بعد كده خنقت مع عمي خناقة كبيرة، بس انا كان في ذنب وحش قوي، وبعدين دخل فلوسي فلوس مش مظبوطه، بس انا بحاول اكون متقين. انت نصاب، انت مش حقيقي، مش صحيح، انت بتضحك على نفسك. ايه الغالب على اليوم؟ ايه الغالب على الحياه؟ يوم ورا يوم ماشي بالتقوى، اسبوع ورا اسبوع ماشي بالتقوى، شهر ورا شهر ماشي بالتقوى. انا بقالي سنه كده، انت كده من المتقين. طب أجلد ذاتي دايما وأقول لا أنا بعيد قوي عن التقوى؟ يا عم المؤمن من سرته حسنته زي ما ساءته سيئته، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا أنا ماشي كويس، أنا فعلا الغالب عليا أن أنا بتقي الله، أنا كويس، أنا أحسن، أنا ما كنتش كده، لا أنا أكثر تقوى لله السنة دي الحقيقة، والذكر ساعدني والاستغفار ساعدني، أنا أشعر أن أنا أكثر تقوى لله. مبروك، انتظر بركة من الله، استنى البركة. ولو أن أهل أنت مصدق في الآية دي قد إيه؟ خلي بالكوا يا جماعة، القرآن عبارة عن مجموعة من القوانين الربانية تتمثل في شكل وعود. يعني لما تقرأ القرآن جيدا تجد أن كل آية فيها قانون من قوانين ربنا في الكون يمثل وعد من الوعود. القانون بيقول لو أنتوا أمنتوا واتقيتوا في بركات هتفتح عليكم، والوعد بيقول نفس الكلام. ولو أن أهل القرى، ولو أن أهل القرى ده وعد رباني، آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. حاول تجيب التقوى. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حاول تجيب التقوى فترة من الزمن. فترة قد إيه؟ كمل سنة عشان تبدأ تتعود، عشان تبقى جزء من حياتك. أول ما تستجلب به البركة في حياتك تقوى الله، ده في الرزق. طب وتاني حاجة تجيب لي البركة في الرزق؟ صلة الرحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبارك له في رزقه فليصل الرحم. ولو بالتليفون، يقول النبي صلوا رحمكم ولو بالسلام.
يعني بترفع التليفون على عمتك وعلى خالك وعلى بنت عمتك، ومش لازم الدايره البعيده قوي، الدايره القريبه، ازيكم انا بسال عليك وانا بس بطمن عليك. تعمل كل شهرين ثلاثه عزومه وتجمع ناس من العيله الشباب او البنات اللي قدك، تروحي تزوري عمتك مره مخصوص، وتحافظي على ده بشكل في سيكونس متصل كل اسابيع، مش كل يوم، لكن بشكل انت كده في دماغك في كلوك بيضرب، في منبه بيضرب، ها طولنا كده هنبعد عن صله الرحم، يلا بينا. وما تكسفيش انك تعملي نص ساعه كل شهر تليفونات، على فكره سهله جدا النص ساعه دي، هنعمل 15 تليفون، وعامله كود عندك في التليفون بتاعك اسمه فاميلي مثلا او العائله، تقوم مطلع كل الاسماء عشان مش هتقعد تطلع اسم، وتقوم طالب ازيك يا فلان وبسلم عليك وبطمن عليك، يا بس بتسال عليا، والله بسال عليك بس، وحشتني، مع السلامه. ازيك يا فلانه، اخبارك ايه، بطمن عليك، مع السلامه. ولو طول في المكالمه شويه يعني ايه، عشان لسه قدامنا 10 تليفونات، لا بس طبعا بذوق وبلطف ان في ناس بتحب تحكي، فتبقى انت عايز تخلص الورد بتاع، ما هو ده ورد صله رحم. بصوا يا جماعه، عن تجربه هيحصل بركة في حياتك لو عملت واحدة من الاثنين أو الاثنين، في بركة هتحصل، صلة الرحم وتقوى الله هيبارك لك في حياتك، هيبارك لك في رزقك، هتفتح. لفتحنا عليهم والله هتفتح، بس انت حافظ على التقوى وتطمن على تقواك. طيب بخاف تروح مني، الاستغفار كل يوم يرجعك للتقوى. طب عملت حاجة وحشة، أنا كده فقدت التقوى، ترجع لها في لحظة بإيه؟ بالاستغفار. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، يبقى بيمسهم طائف من الشيطان واسمهم متقين بنص القرآن، يبقى أثبت لهم التقوى رغم إن هم بيمسهم طائف من الشيطان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لا دي مش تقوى، ارجع. يعينك على كده ايه؟ ورد الذكر. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت لمين؟ يبقى المتقين كانوا بيستغفروا لان عندهم اخطاء. والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. دي جاية تحت ايه؟ تحت المتقين. عايزة يعني ايه؟ يبقى اذن المتقين مش موضوع صعب، ولو فقدت التقوى ترجع له في لحظه بايه؟ بالاستغفار والتوبه.